إشكالية حقيقية. والمسألة هذه مسألة التداخل ما بين السياسي والعمل المدني. تقولي أنت قد تكون هناك جمعيات تمول الحياة السياسية وتشارك في توجيه الأصوات، أصوات الناخبين، هذا ممكن، ما نجموش نجزموا معناتها، ما نجموش نقولوا إيه ولا لا، أما ممكن. وهذا يراه فيه علاقة بفكرة أكبر من مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، خاطر تقول أنت لهنا احنا كهيئة ندخلوا في المرحلة الانتخابية باش نراقبوا شهرين قبل الحملة الانتخابية مسألة التمويل والتحركات وغيرها متاع الأموال، وكيف كيف في فترة الحملة الانتخابية. تقول لي كي تكون فما جمعيات تمول في الحياة السياسية وتشارك في توجيه الأصوات إلى أحزاب معينة، أنا نقول لك لهنا الفضاء التونسي ككل يعني يلزم اهتمام أكثر بتمويل الحياة السياسية ككل. راهو مسألة هذا أنا نقول يلزم نظرة دقيقة لمسألة تمويل الحياة السياسية ككل وليس فقط الفترة الانتخابية. راهو لابد من أنه تكون فما رقابة كبيرة على تمويل الأحزاب وعلى تمويل الجمعيات، ويبدو لي هو فما مشروع قانون في الإطار هذا إن شاء الله يرى النور، على خاطر سلامة المشهد السياسي يبدأ من سلامة التمويل. وكي نقولوا التمويل راهو المسألة فوق الأحزاب السياسية وتوصل حتى للمجتمع المدني وغيره، لابد من أن المسائل هذه تكون منظمة ومراقبة بشكل ناجح.